الصدق قيمة عظيمة حث عليها ديننا الحنيف، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. وهذه كانت صفة من صفات الصديق رضي الله عنه. أبو بكر كان هو الصديق لأنه صدق بالرسالة عندما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعا إليها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن يجعلنا منهم.